لمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الدكتور أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي. أرحب بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا البرلمان الأوروبي يصادق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى أي مدى سيؤثر خروج بريطانيا على الاقتصادين الأوروبي بصفة عامة وطبعا البريطاني بصفة خاصة؟ بداية يعني يمكن القول واقعيا بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي خسارة كبيرة جدا للاتحاد الأوروبي، انطلاقا من كون بريطانيا تمثل الممول الثاني في الميزانية الأوروبية وأحد أهم الاقتصادات العالمية، وكذلك أيضا مستوى الاختراع والإبداع في بريطانيا هو يعني ذا مستويات عالمية جدا. السوق البريطانية تمثل أهمية كبيرة جدا بالنسبة للشركات الأوروبية. واقعيا هي أكبر خسارة يواجهها المشروع الاقتصادي الأوروبي منذ انطلاقته إلى الآن. بالنسبة للاقتصاد البريطاني، نعم نتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني بمتاعب اقتصادية على المدى القصير، خاصة إذا تعقدت المفاوضات حتى نهاية هذا العام منذ بداية انطلاقتها بخصوص توصل الطرفين إلى اتفاقية للتجارة الحرة تكون شاملة وموسعة. هناك توقعات بأن الفترة الزمنية التي منحتها الحكومة البريطانية لمثل هذه المفاوضات لا تكفي للتوصل إلى أدنى مستوى من أي تصنيف لمستقبل العلاقة التجارية والاقتصادية بين الطرفين، ومن هنا تأتي التوقعات من أن بريطانيا قد تواجه بمتاعب اقتصادية في حال تعقدت المفاوضات من الآن حتى نهاية العام. يعني سؤالي الأخير دكتور أحمد، وعفوا على المقاطعة، أو نعتذر منك لضيق الوقت، أشكرك على كل الأحوال. الدكتور أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي كنت معي عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن، مرة أخرى أعتذر منك لضيق الوقت.